Chi? No, da lì. السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الامرأة التي كانت تبكي فسكنها الجن إلى الشيء المخيف والصادم الذي وجد في طريق مهجورة، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا صدفة، فلنبدأ على بركة الله. رقم 1. امرأة كانت في المطبخ تحمل طفلها الصغير وفجأة حصل لها شيء مرعب. هذا الفيديو نشرته امرأة على حسابها في تيك توك، وقد صورته كاميرا المراقبة في منزلها. تقول الامرأة بأنها تعيش هي وطفلها فقط لوحدهما في المنزل، وفي هذه الليلة لم يكن أي أحد آخر معهما في المنزل. وتضيف الامرأة بأنها عاشت في هذا اليوم أكثر تجربة مرعبة في حياتها، فبينما كانت في المطبخ تستعد لإطعام طفلها فجأة حصل هذا الشيء. في الأول يمكن سماع صوت مخيف لشخص يضحك داخل المنزل، شعرت الأم بالقلق لأنها لوحدها في المنزل هي وطفلها، لكن يبدو بأنها لم تكترث للأمر. بعد ذلك يمكنكم سماع صوت خطوات أقدام وكأن أحدا يركض داخل المنزل. بعد ذلك سمع صوت كاشف الحركة في الباب. ذهبت بسرعة خشية أن يكون أحد ما قد تسلل لداخل المنزل. بحثت في كل مكان لكنها لم تجد أي أحد. لحد الآن ما ظهر في هذا التسجيل لا زال لغزا لم يتم حله، ويعتقد البعض بأن الأمر له علاقة بالجن، لكن في الآخر يبقى الحكم الأخير لكم. رقم 2. Natali, 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 você viu ela? Na onde? شاب وصديقته كان يقودان السيارة في طريق مهجور، وفجأة حصل لهما شيء مرعب لحد كبير. يعود هذا الفيديو لشهر فبراير من سنة 2022، وقد صوره شاب برازيلي في منطقة نائية وبعيدة جنوب البرازيل. في التسجيل يظهر الشاب وهو يقود السيارة في طريق مظلم وبجانبه صديقتها، لكن بعد ذلك يبدو بأنه قد تاه ووجد نفسه في طريق مظلمة وغير معبدة، وفجأة حصل هذا الشيء. Agora começou a ficar mais tenso ainda, cara.
Thaís, é ela, não é? Misericórdia, Thiago. É? É. Thiago, tá parado. Thiago, tá parado. Thiago, tá parado. Thiago. Thiago, me dá a lanterna, me dá a lanterna. Meu Deus. Liga, liga pra lá. Meu Deus do céu. Na minha câmera, Thaís, eu vou atrás. Deixa eu apanhar a minha. Tó, 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 tó. فجأة ظهرت امرأة غريبة تقف بدون حراك وسط الطريق. بعد ذلك نزل من السيارة لاستكشاف الأمر، لكن يبدو بأنها لم تكن فكرة جيدة لأن ما حصل بعد ذلك كان مرعبا. فلنشاهد التسجيل. Ei? Você tá aqui? Alguém aí? Que, Thaís? Que? Que foi? Thiago. Que? Ela tá ali. Ela tá ali. Ela tá ali? Ela tá lá. Você viu ela? Uhum. Na onde? Eu achei uma entrada ali, Thaís. Tá, calma. Por que isso aqui tá amassado? Thiago. Não, você viu ela? Aí. Thiago, ela tava parada aqui, véi. Aqui? Uhum. Vê se acha alguma entrada, Thaís. Fica perto, velho. Tô falando pra você ficar perto. Calma, Thiago. Não vai longe não, cara. Meu Deus. Foi isso. Ei. É você, mulher? Mulher? شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. اعتقد في الأول بأن هذه ليست سوى امرأة عادية، لكن عند رؤيتهما لشكلها الغريب ووجهها المرعب والمشوه بالكامل أصيب بالرعب وتأكد بأن هذه ليست امرأة عادية وقد تكون جنا تشكل على تلك الهيئة. فما رأيكم؟ رقم 3. Dale, what the f*** dude? Hold on, I'm zooming in, I can't.
شيء مرعب حصل لهذا الشاب وصديقه في طريق وسط الغابة. هذا الفيديو نشر على اليوتيوب في شهر غشت من سنة 2022، ويظهر فيه صديقين قرر المغامرة والذهاب في وقت متأخر من الليلة لعبور طريق وسط إحدى الغابات. هذه الغابة يقال بأنها مكان خطير جدا خصوصا في الليلة، ويعتقد بأنها المكان المفضل بالنسبة للسحرة لأنها مليئة بالجن. المهم، بينما كان الصديقين يعبران الطريق بالسيارة، فجأة حصل هذا الشيء. Ain't nobody supposed to be out here. Oh, sh**. That just walked in the woods. Where's the headlamp at? The headlamp should be right there. Like, he didn't, like, he stopped. Did he turn off the light? Can you see in there? No, I can't see. I'm zoomed in. I can't really see. Zoom in. Don't zoom in. What the f***? What the f*** are you doing? The content play. What the f*** are you talking about? The content play. David, what the hell are you doing? Hello? I already tried that. He don't want none. I'm trying to do it. Okay, come on. This is some dumb shit. This ain't even what we supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. يقول الصديقين بأن ليس لديهما أدنى فكرة عن ماذا قد يكون هذا الشيء. هل كان بشرا عاديا حاول مهاجمتهم، أم أنه كان جنا حقيقيا تشكل على تلك الهيئة؟ لكن في كلتا الحالتين، ومهما كان ذلك الشيء، يبقى الموقف الذي تعرض له مرعبا لحد كبير. رقم 4. هذه الفتاة كانت تقضي بعد الوقت رفقة أصدقائها في فناء المنزل. بعد ذلك رأت شيئا غريبا في منزل جارتها في الجهة المقابلة، فدفعها الفضول للذهاب لاستكشاف الأمر، وهذا ما حصل. There's nobody in that house. There's nobody at all. Nobody. I didn't know they could be that visible, nah, though. This shit can't be real. That's شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. من خلال زجاج الباب يمكنكم ملاحظة ظهور ظل يمشي ذهابا وإيابا بسرعة خاطفة وغير عادية. وفي هذه اللحظة شعرت الفتاة بالخوف وانسحبت، وقد كانت الكلاب متوثرة كذلك وتنظر للمنزل ولا تتوقف عن النباح.
تقول صاحبة الفيديو بأن هذا المنزل ملك لامرأة عجوزة توفي ابنها منذ أشهر قليلة وهي تعيش فيه الآن لوحدها. على الفور قامت صاحبة الفيديو بالاتصال بالامرأة العجوز لكي تطمئن عليها، لكنها صدمت عندما أجابتها بأنها غير موجودة في الداخل وقد سافرت وأغلقت المنزل. إذا من أو ماذا قد يكون هذا الشيء برأيكم؟ شاركونا سيرتكم في تعليق. رقم 5. الفيديو التالي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في الدول الآسيوية. حسب ما يقول المصدر فإن هذه الامرأة كانت تبكي على زوجها المتوفي، وفجأة ظهر على جبهتها وجه يشبه وجه زوجها الذي مات. اختلفت التفسيرات والفرضيات، حيث قال البعض بأن ما ظهر له علاقة بالجن، فيما قال آخرون بأن تلك كانت روح زوجها لأنها تشبهه لحد كبير. لكن الفرضية الأكثر انتشارا تقول بأن ما ظهر على جبهتها كان عاديا ولا علاقة له لا بالجن ولا بزوجها، وهذا ليس سوى وهم بصري. فما رأيكم؟ إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مرعبة صورت الكاميرا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.